تعالى يا بيبي. انا جاي اسلم عليك عشان حدك الله خلصت شغل بقى. خلصت شغل؟ رايح فين؟ خلاص بقى شغلانه تانية ونقلب عيشنا. قول يا بيبي، انت مبسوط في الشغلانه بتاعتك دي؟ بص يا فاروق بيه، انا مؤمن جدا جدا بالمقوله اللي بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. وانت بقى بتحب ما تعمل؟ لا طبعا. بس لازم اعمل. هنعمل ايه بقى؟ قول يا بيبي، تحب تشتغل معايا؟ هو انا الحقيقه اصلي ما بحبش الشراكه يعني. وبعدين انا لو هشارك حد لازم يبقى في نفس مستوايا، يعني مفلس زيي. لا لا، ما اقصدش كده خالص. هو اكيد انا طبعا ما اقصدش كده برضو. انا اقصد يعني انك تكمل دروسك مع زينة لغايه ما تخلص السنه بتاعتها، بعد كده هشوف لك شغلانه تناسبك. انا ما عنديش اي مانع. يا سلام، مبروك عليا. سلام. امسك دول. مين دول؟ دول 1000 جنيه. ايوه يعني اهلا وسهلا. انا ميمي. اعمل بيهم ايه؟ دور لك على مكان يكون قريب عشان تسكن فيه. طب حس كده، هو في اوضه في الجنينه صغيره كده اللي هي الشباكه على الجنينه على طول دي، لو ينفع يعني قريبه منك على طول ممكن اخدها لو ما فيهاش اي ازعاج يعني. طبعا انا ما عنديش اي مانع. الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب حس كده بقى، اتفضل. مين دول؟ 300 جنيه ايجار الاوضه. لا لا يا راجل، لا ما تحلمش حضرتك ان هزود تعريفه زياده، دي صغيره جدا وما تسالش اكتر من كده. معلش يا راجل، افهم. والله ما هينفع، وانا بلاقي الفلوس في الشارع اقعد افتكر ان حد مديهم لي. مش هينفع، مش هينفع يا عم. فهمت. قول مبروك بقى. مبروك. مبروك اهي في عينيك، هتطلع. مبروك بقى اهو. مبروك. مبروك هتطلع اهي. مبروك. مبروك. ماشي، بعد اذنك. اتفضل. اتفضل. مين دول كمان؟ دول 700 جنيه، بقيت ال 1000 جنيه. اصل انا ضحكت على صاحب الاوضه وخدتها ب 300 بس. امسك. واضح ان هم ما اتفقوش معايا. ضاع الوالدين. عندنا مواعيد تاني بره الشركه النهارده؟ لا، كان في ميعاد واحد واتلغى. احسن، لان انا اتهلكت طول النهار مواعيد. من حق، ما تنسيش تعملي عقد الميبي بمرتب كويس. هو ميبي ده هيشتغل ايه هنا ان شاء الله؟ اللي زي ده بيشتغل اي حاجه، حطيه في اي حته هيشتغل. انا مش عارفه وجهه نظرك في الميبي ده. الولد ده فيه مزايا كتير قوي هو نفسه مش عارفها. واد شهم كده وجدع، لسه نضيف، من النوع اللي يعمل الخير ويرميه البحر. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. معاك بطاقة؟ ليه، هو المكتب ده للكبار فقط ولا ايه؟ عايزة بطاقتك اخد منها بياناتك. طب ايه رأيك احكي لك انا اللي فيها؟ هتفهمي مني اكتر، ونشوف كده نتناقش. جايز حاجة صعبة ما تعرفيش تقريها بتاع، ويا تقنعيني اقنعك يعني. هات بطاقتك. طيب حاضر. في ايه؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ مش عايز بطاقة؟ ايه ده؟ ايه؟ جلال كامل نور الدين البشبيشي؟ ايه جلال ده؟ فصلت الدم. ليه جلال ده؟ اسمي. امال ايه ميمي؟ ميمي؟ لا، ميمي دي الوظيفة. اسمي جلال وبيقولوا لي يمين، بيدلعوني يقولوا لي يمين، ايه اللي مضايقك؟ محل الإقامة مش واضح، ساكن فين؟ الإسماعيلية الدور الأرضي. ميمي الإسماعيلية الدور الأرضي. دوت كوم. ماشي يا جلال. لا، بقول لك ايه؟ أرجو إن موضوع جلال ده يبقى بيني وبينك. ها؟ يعني يا ريت وجهة نظرك فيها كميمي ما تتغيرش. انت ماسكاها كده ليه وانت صيدة فار؟ ايه ده؟ انت هتاخدي البطاقة بتاعتي وتوديها فين؟ هاخد منها صورة وارجعها لك. للدرجة دي عجباكي؟ طب بقول لك ايه؟ صوريها صورة واحدة بس. ها؟ مش تقعدي تصوريها ليكي ولاصحابك وتقعدوا بقى تنقلوها بالبلوتوث والبطاقة ترطرط. ابقى اسأل على الكيس اللي في ايدك ده. ايه؟ اسأل عليه ليه؟ هو مسافر ولا ايه؟ عزيز. كيس كلينكس. بتضحكي ها؟ اوعى البطاقة تتحشر في المكنة. اسمع يا ابني، طول العربية كويس بس اوعى جرحها احسن، ديك على قفاك. ايه ده اللي بفتحه بوقي؟ ايه ده؟ ابن الكلب ده. الفاكس ده وصل المشهد بيه، بيقول انه حريص المصري قريب، اسالنا لو احنا جاهزين. طبعا، ردي عليه قولي له ان كل حاجه تمام، دي عمليه كبيره، فرصه مش عايزين نضيعها عمليتنا. بقول ايه يا عم، هي عمليه شهاب دي فيها مكسب قد ايه بالظبط؟
خليك في شغلك يا حسام، ما تتدخلش في حاجات مش اختصاصك. ايوه بس انا ابن اخوك ومن حق اتعلم منك عشان اكبر. انت لسه قدامك كتير، ولما انا احس انك تستحق تكبر هبقى اكبرك. ايوه بس ده حق يا عم، من حق انا كمان ان اكبر ويكون لي كلام. مش معقول انت كل مره كده بتنرفزني. انت ايه يا اخي، ما بتزهقش من الكلام في الموضوع ده؟ يا عم افهمني. يا عيلي الهدف سيب يقتل القميص. بقول لك انا قميص بلا بتاعي يا معفن. انت الحقني يا فاروق بعد اذنك. الحقك ايه؟ انا هموتك. تعال هنا. رايح فين؟ رايح فين؟ عايز تضرب تاني؟ خد اوعى كده يا اخي. ايه ده؟ ينفع كده؟ انا اتهزقت جدا ومش هسكت. حسام تعال هنا يا ولد. مي الحي المجنون ده راح فين؟ مين الحيوان ده؟ ده ابن اخويا. صرعت انا؟ ها ما انا كمان عمال اقول لك الحقني يا فاروق بيه. الحقني اقول لك انك سامعني. ده رايك دع منك على فكره. انا مش هسكت. انا سامعني يا فندم. ممكن اسالك سؤال؟ مين حسام اللي انا طحنته امبارح ده؟ ابن اخو فاروق بيه. حاجه تاني؟ لا لا انت مش فهماني، انا اقصد يقرب له ايه. ما قلت لك ابن اخوه. لا برضو 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 مش عايز تفهميني. برضو احنا بنتكلم في موضوعين مختلفين تماما عن بعض على فكره. خلاص ماشي، سيبك من الموضوع اللي انت ما فهمتنيش فيه الاول ده، ونتكلم في موضوع تاني جاهز تفهميني فيه. هو كان بيتخانق ليه مع عمه؟ علشان عصبي. لا انا اقصد كان بيزعق ليه؟ ما قلت لك علشان عصبي. لا دي مش طريقه، دي على فكره واضح ان احنا مش هنفهم بعض خالص. الله، في ليميت، لازم يبقى في ليميت في التفكير بيني وبينك عشان نفهم بعض. دي اسهل اسئله عندي. الله، ما لو ضغطت عليك في الاسئله شويه هتعملي ايه؟ خدي بالك احنا هنتعب مع بعض قدام، فعشان كده اتفضلي اتفضلي نرجع ورا هنا شويه. تعالي اتفضلي اتفضلي هنا كده في الحته دي، ممكن نبقى اسهل شويه. اتفضلي استني بس. طب سؤال بس، هسالك سؤال. هسالك سؤال واحد. هو انت حلوه كده فعلا ولا ده تضيع وقت؟ انت بتعاكس بقى. لا ارجوكي اوعي تفهميني صح. البت دي اكيد وحشه وعامله حلوه وبتستهبل او بتكذب. مفاتيح اللي بتضيع كل شويه. يا عم الانذار يا عم. ماشي، عربيه سودا وحركات. طب وبعدين هتدوري ازاي وتمشي ازاي؟ اقترح عليكي ممكن دوباره في رقبتك كده وعلقي فيها المفاتيح دي عشان ما تقعش تاني. السلام عليكم. شكرين يا فاروق بيه. ما تاخرش علينا بقى. حاضر حاضر يا مسعد. تبقوا سلموا لي على كل اللي في البلد. يوصل ان شاء الله. مع السلامه. الله يسلمك. فاروق بيه. ايه ده انت صاحي؟ اه صاحي. اتفضل 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 في اوضتك ومكانك ومطرحك. ايه ده مالك شكلك متضايق؟ تبقى متضايق. طيب انا بشرب شاي زي ما انت شايف، اصب لك كوبايه معايا؟ صب يا سيدي. ماشي، بس انت بتعرف تعمل شاي؟ يعني نايف ناي كده. احسن عشان الكوليسترول. وانا هجيب لك فرخه ده كوبايه شاي. ثواني اخش جوه اصب لك كوبايه شاي واجيب وداني عشان اعرف اسمعك. بس انا متاكد ان الضيوف اللي كانوا عندك دول هم اللي ضايقوك. دول قرايبي من البلد، بس من نوع القرايب عقارب، عايزين يورثوني بالحياه. كل شويه واحد فيهم ينط لي اللي عايز حاجه، اللي عايز فلوس. فاكرين نهبل؟ يعني بديهم فلوس كتير قوي يا اخي. انا اللي قلقني وسط ده كله بنتي زينه. مش عارف مصيرها هيبقى ايه لو حصل لي حاجه ولا مت. يا فاروق بيه اللي خلاها مش هينساها، اتكل انت على الله بس. ايه اموت يعني؟ لا لا انت فهمتني غلط، انا اقصد سيبها على الله وهي هتفرج. ونعم بالله. اتفضل احلى كوبايه شاي من الاخر. ايه يا عم ده؟ ايه؟ خد زود لي شويه سكر بس كده. حاضر. قول لي يا ميمي. اقول لك يا ميمي ليه؟ انت مش اسمك فاروق بيه؟ انت عايز يعني انك تقول لي انا، او انت عايز تسال حاجه؟ انا فهمت. انا خش خش، انت عايز تقول ايه؟ يعني المهم قول لي. انت مالكش هدف عايز توصل له؟ هدف؟ طبعا ليه هدف، وهدف كبير وهدف سامي. ايه؟ ابقى زيك حقيقي. انا نفسي ابقى رجل اعمال. صحيح انا الحمد لله لغايه دلوقتي قدرت احقق نص السكه. ازاي؟ يعني قدرت ابقى رجل. لسه بقى مستني بقيه الاعمال. وايه كمان؟ ويبقى عندي 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 فيلا كده حلوه زي دي، زي بتاعتك دي، وعندي عربيه اللي انا مش عارف موديلها برضو، دي الفظيعه دي برضو، وعندي فلوس كتير جدا جدا زيك برضو.
انا مش بحسدك، ما تفتكر ان انا بحسدك ولا حاجه فاروق بيه، ها؟ بس هو برضه ما يمنعش ان في شويه حقد كده طبعا، اللي هو شويه غل بسيط، الحاجات دي عارف ليه، الحقد والغل الصحي بتاع كل بني ادمين يعني. ايه ده؟ حط لي معلقه سكر كمان. تاني سكر؟ تحب اجيب لحضرتك عود قصب تسقيه في الشاي؟ انت عندك كم سنه يا ميمي؟ انا اخر مره سالت قالوا لي 27 تقريبا. ميلادي ولا هجري؟ ميلادي مش فاكر قوي، بس هو كان الاسلام انتشر ساعتها. انا فاكر كده. وانت عندك كم سنه؟ انا يا سيدي عندي 58 سنه. ده انت اكبر مني. تفتكر يا فاروق بيه لما اقدم زيك كده هيبقى عندي فيلا زي دي كده، ولا هبقى عايش في اوضه زي دي ومش بعيد تكون هي نفس الاوضه برضو؟ انت مش قلت لي حب ما تعمل عشان تعمل ما تحب؟ مظبوط. خلاص، يبقى حب الاوضه الحقيره دي عشان توصل للفيلا الفخمه دي. انا عمري ما هقول لك حاجه تاني بعد كده. شوف الحقيره دي اللي انت لعب فيها 300 جنيه. طيب يا سيدي ربنا يعوض عليك. خد سايب لي نمرتك عشان اكلمك لما عاوزك. ماشي يا عم، ماشي. موبايل ابو كاميرتين، صور نفسك وش وظهر. لا، وفي راديو كمان. عارف. اتفضل. بس هي في الاسم بقى، ها؟ حاضر. ولا انت هترن عليا؟ يا اخي بطل المره بقى. تصبح على خير. قلت من قلبك. فاروق بيتكلم، مين معاه؟ انا ميمي. اهلا يا سميمي. نعم، في حاجه؟ مفيش، اصل بقالك زمن ما اتصلتش فقلت اسال. انا جايز محتاج حاجه. طيب، متشكرين قوي. اقفل بقى. بس بقول لك ايه يا ميمي، اوعى تقفل على صباعك. ايه ده؟ اقفل 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 اقفل، وامسح رقمي، امسح رقمي، وانا هقفل التليفون خالص. اهو. اتفضل، تصبح على خير. تصبح على خير. ودي فورس. نورت وشرفت. معقولة يا شهاب تنزل في اوتيل وبيتي موجود؟ شو بدك في ايه؟ خلينا في الشغل هلا. على العموم المرة الجاية نمضي العقود. ولو حبيبي المرة الجاية انت رح تيجي لعندي. يلا طلب لنا قهوة. ماشي كلامك، بس نطلب الفطار الأول. أقصد يعني الترويقة، مش اسمه كده برضو باللبناني؟ فطار بالمصري، ترويقة باللبناني، أهم شيء آكل. وأنت عند قولك يا عم شهاب. ميمي. أيوة. معلش والنبي من غير تكليف، شوف شهاب بيه هيطلب منك ايه وخليهم يحضروه جوه في المطبخ. انا مش عارف ابراهيم خفي فاني داهيه. على اذنك دقيقه واحده. امر حضرتك. انا جيت بدون ما تروق. شوف لي شي شغله تروقني. تحب تاخد دوش؟ شوف يا ميمي، تروق بلبنان يعني افطر بالمصري. طب وما فطرتش في لبنان ليه؟ طب تحب اقول لهم يحضروا لك اي نوع من الروقان جوه؟ ممكن صفيحه لبنه، منقوشه بزعتر، تبوله. ولا كاني سمعت حاجه. صفيحة لبنة يعني جبنة. صفيحة كاملة؟ حضرتك هتفطر صفيحة جبنة؟ عشان كده حضرتك مبيض. منقوشة بالزعتر وفتوش. يا راجل اسكت بقى. يا ميمي. ميمي ايه؟ شوف حد غيري يروقك. في ايه؟ الراجل شهاب بيه صاحبك ده عمال يقول لي فتوش ومنقوش كأنه شايفني طالع من فانوس. ده جاي حق أحلامه هنا، ده عايز صفيحة جبنة، صفيحة جبنة. هو عشان يفطر يعكنن علينا احنا؟ أنا هشوف إبراهيم فين. في ايه يا عم حسام؟ لغاية دلوقتي ما حصلش حاجة، ومعاد الإمضاء قرب. يعني أعمل إيه بس يا شاكر بيه؟ أروح أقطع دراع عمي عشان ما يمضيش مع شهاب علوان؟ لا، أنت لازم تعمل أي حاجة، لأن الفلوس اللي أنت هتاخدها ما هياش قليلة لو العملية دي رسيت عليا. لا بقى قليل. هزودك عشان تبقى مرضي. الله، كده تمام. أنا كده تحت أمرك وكله خير وبركة إن شاء الله. غلط. غلط، كل جدول الضرب عاملاه غلط. 2 في 4 ب 70 ازاي؟ كل جدول الضرب غلط كده. معلش مش عارفه احفظه عربي. لا هتعرفي تحفظيه بالعربي، ما تقعديش تعملي بقى مش عارفه احفظه وتك الحاجات دي، هتعرفي. طب ما تحفظوني بطريقتك. لا طريقتي هي كانت مره وخلاص. لا لا عشان خاطري والنبي عشان خاطري. لا 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 والنبي والنبي عشان خاطري. اخر مره. اخر مره. اخر مره. اخر مره. وتحفظي صم. احفظه. دالي. 2 في 2 ب 4. 2 في 2 ب 4. 2 في 3 ب 6. 2 في 3 ب 6. 2 في 4 ب 8. 2 في 4 ب 8. برافو. ايه ده؟ ايه الأدب دي؟ خلاص اخر مرة مش هعملها تاني والله.
زغرتي اسفه ايه وبتاع ايه؟ عيب الحاجات دي عيب. انا اسفه عشان خاطري النبي. انا غلطانه بعلمك بالطريقه دي يعني عشان تحفظي؟ اتفضلي اكتبيه 100 مره لغايه ما تحفظيه وتفهمي. والله هخصمك. ايه يا حسن اخبار مراتك ايه؟ طيب كويس. لا 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 انا مروح دلوقتي. اسمع عدي عليا بكره الصبح بدري. مع السلامه. رهيب ميمي يا ميمي 16000 وشويه. ميمي يا ميمي قلب العربية غلطة مقلب الراجل. الضربه اللي خدها على دماغه جت في منطقه خطر ادت لغيبوبه، بس انت كويس ان انت اتصلت بالاسعاف وما فكرتش تحركه. يعني مفيش خطر عليه؟ على العموم احنا حطيناه على الاجهزه وربنا يسهل. يعني ممكن لا سمح الله يموت. لا 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 اطمني، ده لو واحد صحته مش كويسه زي فاروق بيه كان زمان اتوفى في الحال. على العموم الموضوع هياخد مننا شويه وقت لغايه ما يفوق من الغيبوبه، ويمكن بعدها بشويه كمان. هو بابا مش هيروح معانا؟ بابا تعبان شوية، هو لازم ينام علشان يبقى كويس. ماشي؟ يلا ممكن اعرف انت بتعمل ايه هنا؟ اطلعي اوضتك يا زين، طلعيها يا مي لو سمحتي. انت مالكش دعوه بزينه خالص، احنا مستنيين على خدماتك. يعني ايه؟ يعني زي ما سمعت بالظبط. اتفضل مع الشنطة دي أنا لقيتها في عربية فاروق بيه، فيها فلوس. إيه ده؟ فيها دولارات؟ أنا عرفت إن هم فلوس لأنه أنا موبايلي ما كانش معايا، فاضطريت أفتحها عشان أشوف موبايلي وأكلم الإسعاف. وأنا ما سألتكش. اتفضل. أنت رايح على فين؟ أي حتة، مصر واسعة. المهم بس خد بالك من زينة. بعد إذنك. يلا سلام. يا شاكر بيه ما تقلقش. أنا وعدتك العملية دي بتاعتك خلاص. اطمن بقى. اعتبر شهاب ده في جيبك. طب مع السلامة بقى عشان عندي شغل. مع السلامة. يا ريت تبعتي فاكس لشهاب تبلغيه إن إحنا لغينا الصفقة معاه. بصراحة أنا ما أقدرش أستحمل المسؤولية الكبيرة دي وعمي مش موجود. مستحيل. ده ممكن يعرضنا لخسارة كبيرة. شهاب ده أكبر مستورد في الشرق الأوسط ما ينفعش نخسره. خلاص يا مي الموضوع منتهي. منتهي يعني إيه؟ يعني زي ما سمعت كده. انا دلوقتي مكان عمي هنا،
يعني انا اللي هتحاسب مش اي حد تاني. واضح كمان الموضوع عمي ده هيطول. ما لقيتش بالنا حد بقى يفتح الخزنه دي لان اكيد فيها ورق مهمه. ما ينفعش. اصل فتح الخزنه ده لازم يتم باشراف لجنه من الشؤون القانونيه. وماله يا مي؟ هات اللجنه عشان تفتح الخزنه. مفيش مشكله خالص. برافو برافو يا زوزة والله. طب بقول لك ايه، السؤال الاخراني ده عملتي فيه ايه؟ هتغشي ولا ايه؟ غش ايه؟ ما مديروش الاسئله اصلا. وانت لو غشيت السؤال هتعرفي الاجابه يا نصحه، فاكراني غبي؟ المهم ما علينا، مش ده المهم، المهم امتحانات اخر السنه. يلا يلا عشان تروحي. لا انا مش عايزه اروح، انا عايزه اقعد معاك شويه. اما انت تقعد معايا هبقى اجيلك. ايه الهوا ده؟ يلا هات الشنطه ويلا. ايه ده؟ فين الشنطه؟ ايه ده؟ انت سبت الشنطه لما كنا هناك؟ امسكي امسكي ده. انت عشان السؤال يا ميمي. اسفه يا حبيبتي اتاخرت عليكي. لا ما كان ميمي هنا وكان بيرجع معايا ورقه الامتحان. ميمي؟ اهو. اتاخرت كده ليه؟ ده انا كنت هعيط. حالك كويس جدا النهارده في امتحان العربي. الولد اللي بيديها عربي ده ممتاز ممتاز، اخلاقه فوق الوصف، اخلاقه عاليه. انا لو عندي اخت كنت جوزتها له. باي باي. يلا اتكلوا على الله. باي باي. الشنطه. دي عقود املاك فاروق بيه اللي كاتبهم باسم بنته زينه، ودي اوراق الوصايه على البنت، مكتوب فيها الوصيه على بنت زينه واملاكها السيد جلال كامل نور الدين البشبيشي. نعم. جلال ده ايه؟ مين جلال ده؟ مستحيل جلال ده يبقى ميمي. نعم الواد الجربوعي معفن ده، ده عمي اكيد الجن، اكيد الجن، ومش حاسكه والله العظيم ما حاسكه. حد يقابل حد في بنزينه؟ وانت جايه تقابل تاكس؟ طب اقعد اقعد. اصل كركن احضن. شو ايه؟ استنى عليا لما بطل الاول. انا ممكن اخد فنجان بنزين 90 دوبلا، ولا اقول لك فول؟ هات لنا اتنين قهوه. مظبوط. بس بقول لك ايه، اظبطهم على 28 عشان ما طبقت. اسمك ايه؟ محمود. في ايه؟ بس مكان فعلا جميل قوي على فكره. الفنجان ده عايز يزود. ها خير. ساكت ليه؟ بترد؟ هو ده كلام يترد عليه؟ وصي؟ لا بقول لك ايه، انا ممكن اخد بالي من زينة، اديها عربي بتاع العب معاها كده يعني، انما شركات وفلوس وعقود لا ما اقدرش يا مي. يا ميمي لو انت ما وافقتش حسام ممكن يبوظ كل حاجه. انت فاهمه ان انا اللي مش هبوظ؟ انا مش عايزاك تقلق، كل حاجه مترتبه، البضاعه في المخازن، شهاب مستنينا، ورقود جاهزه للتوقيع. انت فاهمه انك كده بتطمنيني؟ ده الرصه اللي انت رصيتيها دي تقلق فاروق بيه نفسه. بقول لك ايه، انت اجلي كل حاجه لغايه الراجل ما يفوق. ما حبكتش؟ ما ينفعش، العمليه دي ليها توقيت، ده غير ان فاروق بيه ممكن يخسر كتير لو الصفقه دي ما تمتش. اسف يا مي، انا ما اقدرش، دي مسؤوليه انا مش قدها. يظهر ان فاروق بيه غلط لما كان فاهم انك هتحافظ على املاك وبنتك. انا كنت متاكد انه هيرفض. ميمي ايه وبتاع ايه يا راجل؟ حد فاضل الكلام ده؟ يلا يا حسين قول بسرعه والنبي. أستاذ حسين. اتفضل يا أستاذ حسين. بصفة المستشار القانوني للشركة وبعد كل الظروف اللي أنا شرحتها لكم دلوقتي، يبقى كل اللي فاضل إني أعلن تسليم رئاسة مجلس الإدارة بالإنابة إلى السيد جلال كامل نور الدين البشبيشي. ممكن اعرف انت بتعمل ايه هنا؟ جاي اشوف شغل يا استاذ حسام، ولا في مانع عند حضرتك؟ انت مش قلت لي ان موضوع جلال ده سر بينه وبينك؟ ما هو انا ما بيبقاش في بولي فوله، اعمل ايه؟ خلاص. انت مش كنت رفضت الوصايه دي؟ ورجعت في كلامي يا حبيبي. رجعت في كلامك؟ انت انا اللي عملت كده. معقول يعني يكون حد من المحترمين دول يعمل حركه زباله زي دي؟ وعلى فكره الطوبه اللي فاتت كنت انا برضه. وماله يا عم؟
حقك برضو، مبروك عليك. مع السلامه يا حسين. لا يا عم حسين مين، وفي حد اسمه حسين؟ اتفضلي اتفضلي سيبك منه، اتفضلي. يا مؤاخذه يا جماعه انا اسف وبعتذر على الدوشه دي، بس ده اصل وطار بايت بيني وبينه. تقدر تكمل؟ اتفضل كمل يا استاذ. هو حضرتك اسمك ايه؟ استاذ حسين. لكن مش خساره فيك تقول لي يا شحس. شهاده شهاده ووسام اوضعه على صدري صدقني. لا تفهمش غلط. تقدر تكمل يا استاذ اتفضل. انا يسعدني ويشرفني طبعا. انا ايه ده دي ميه، ده انا كنت فاكرها سفن. كمل يا استاذ حسين اتفضل. انا مبسوطه انك رجعت. ما انا اكتشفت علشان اخد بالي منك يبقى لازم اخد بالي من حاجتك. اللي هي حاجتي ايه يعني؟ لعبي. انا راجع عشان اخد بالي من العروسه الكبيره اللي فوق الدولاب. لعبك ايه بس؟ تخيلي انت بقيتي رئيس مجلس اداره وانا بشتغل عندك. شفت المهزله؟ انت رايح فين؟ تقوقز القوقاز متقوقزا. لازم تقوقزي في سريرك دلوقتي. لا لا مش عايزه اتقوقز في سريري. مش هينفع، انا هموت من قله القوقزه. لازم نتقوقز شويه. لا طب نلعب شويه. هتكبر والنعمة لا تاكل الجو في جمال كده الله اكبر. يا دوبك بربش تحلو في كفة والبنات في كفة اتولدت بس بسبوسة في اللف. يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا في بعض اما شافوها في التو. في كفة والبنات في كفة اتولدت بس بسبوسة في اللف. يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا في بعض اما شافوها في التو. ألف انا بحبك وبك بموت انا في عيونك دول. الشيشة قوتك الغنغلة قوتك بيهم بقيت مشغول. ألف أنا بحبك وبك بموت أنا في عيونك دول. الشيشة قوتك الغنغلة قوتك بيهم بقيت مشغول. مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور في قمر كده منور في رقة كده معقول. مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور في قمر كده منور في رقة كده معقول. عايزاني جنبك اجيلك اكسر الدنيا لو في الهن. عايزاني عيل انا عيل مني كوكينا اقضيها عين. عايزاني جنبك اجيلك اكسر الدنيا لو في الهن. عايزاني عيل انا عيل مني كوكينا اقضيها عين. فيكي شيء مخليني راضي اضحي بسنيني يا اعز من عيني معزه ولد الول. فيكي شيء مخليني راضي اضحي بسنيني يا اعز من عيني معزه ولد الول. كفة والبنات في كفة اتولدت بسبوسة في اللف. يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا في بعض اما شافوها في الجو. مش هتشرب قهوتك يا ميمي؟ هتهيئ على الشركة في المعادي. ايه ده في قطط هنا ولا ايه يا حسن؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ هاجي معاك. هاجي معاك في ايه؟ ماشي ماشي اطلع يا حسن. ايه ده زينه، انت ايه اللي جابك هنا؟ شبطت فيا. صباح الخير. اهلا صباح النور.